l'appel terminé. Terminé. أهلا وسهلا بكم متابعي حنا شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة دائما من الشاي الحسن الثاني اللي تيعرف في هذه اللحظات واحد الحادثة تسير ما بين سيارة أجرة وسيارة خفيفة. كيف تشوف معنا متابعي حنا شوف تيفي أن رجال الأمن مشكورين العمل الجبار اللي قاموا به ليل نهار دخلوا على خط هذه الحادثة في عين المدح. لأن كيف نعرفوا من هناك إجراءات قانونية تقوم بها رجال الأمن، منها تأمين مكان الحديث، تقوم بما يسمى بالكوستا إلى دعا الأمر. إذا ما دعاش الأمر تقدر يكون تقوم بها كوستا مدنية أو لا تقوم بها شخص من الشركة التأمين من أحد الأشخاص أحد المعنيين بالأمر. لكن بعض الحالات اللي خاص يدخل الامن خاصة في هذه الاوقات هذو في الصباح الباكر قد يكون احد الطرفين في حالة غير طبيعية ويبغي يدخل ويوقع شي مشكل او يقدروا يدخلوا في نزاع بينهما. لهذا رجال الامن دائما تلقوهم رجال مجندين في هذا العمل هذا اللي تقوموا به ليل نهار. تتابع معنا تتابع قناة شوف تيفي أن جاو رجال الأمن على ما أظن أنهم جوج ديال المعنيين بالأمر. تتابع قناة شوف تيفي تتابع معنا الناس اللي الله لأن تتابع قناة شوف تيفي اللي الله تحكي في هذه اللحظات. هذا كان مباشر من مكان الحادثة شي حسن الثاني اللي الموضوع ديالها سيارة أجرة وكذلك سيارة خفيفة من هذا اللون الأبيض اللي كتشوفو. إذا في المباشر الأول قلنا لكم بالضبط أشنو واقع في هذا المباشر. هذا كتشوفو فيه التدخل ديال رجال الأمن اللي دخلوا على خط هاد الحادثة ديال السير باش يقوموا بالمصادر القانونية المعمول بها. إذا الحمد لله أن في هاد الحادثة السير هادي ما كاينينش خسائر بشرية لكن كاينين خسائر مادية كبيرة سواء بالنسبة للسيارة الأجرة ولا بالنسبة للسيارة الخفيفة. إذا تتابع قناة شوف تيفي دائما يجب الإنسان أنه يتابع أثناء السياقة ويحترم قانون السير وما يمشيش بواحد السرعة مفرطة، وخاصة مع هاد الأمطار هادو يجب على السائقين ينتبهوا لأن تنعرفوا أن الأمطار هادي في بعض اللحظات تقدر تحجب الرؤية وكذلك تسبب انزلاقات. إذا تتابع قناة شوف تيفي إلى هنا أستودعكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.